ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ماما عاملة لكم فيديو جديد، عاملة أكلة المحشي. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ بصوا بقى، انا قلت ايه، ابقى اوريكم من البدايه كده، يعني ان انا ايه جايبه الحاجه من السوق لسه. الطماطم اهي 3 ب 10، البتنجان الكيلو ب 5، ماشي، الكوسه ب 6، الفلفل برضك زي ما انتم شايفين كده اهوت برضك 8 و6، ماشي. الخضره برضك اهي زي ما انتم شايفين، بس انا كل ده لسه بقى طبعا ايه هقور، ولسه هنضف الخضره وبنقعها في ميه، و لازم الخضرة يا جماعة نشطفها شطفتين كده ونروح نعينها في مية علشان تنضف حلو وتبقى كويسة. وبعد كده ان شاء الله هخلص هوريكم بردك وانا بأول، وان شاء الله هوريكم بقى ايه بعد ما الاكل يخلص كده، هوريه لكم. ده النهاردة هيبقى محشي اهوت على فراخ. هوريكم التقوير اهو، ما فيهوش اي حاجة اي صعوبة، بس انا اللي هي اللي تبقى ناشفة منورة بنحط المنور فيها. بصوا كده راحت ايه مشرومة. لا هوريكم كده اهوت اهو، انا مقوره هو قدامكم، بس سايبه دولت عشان اوريكم التقوير. بصوا ما تجيبوش البتنجانيه على الجلد ده، يعني خلوا فيها شويه كده عشان يبقى طعمها ايه حلو، ماشي. ودي الكوسه برضو اهي، هو التقوير ما فيهوش حاجه، بس سايسوا ايديكم في الاول كده وبعد كده انطلقوا بقى. ماشي حبايبي، وبرضك الكوسه انا ما بحبهاش تبقى على الجلد، لازم احب فيها ايه اللي حابب يعمل بقى بالكوسه اي حاجه يعمله يعمله، يعني تخططوها. بصوا من ورا مش اي حاجه، ماشي. ودي بتنجانيه كمان اهي، هوريها لكم علشان خاطر ايه اوريكم بقى انا بعمل ايه في المحشي، عشان هحشي قدامكم دلوقتي برضو، ماشي. يعني كله انا عارفه ان كله شاطر وكله بيعمل يعني، بس هو ممكن تاخدوا مني معلومه تاخدوا اي حاجه. خلاص كده خلصنا التقوير، انا مقوره اهوت وغاسله وهحشي معاكم دلوقتي وافرجكم. اه بصي يا حبايبي بقى، انا قلت لكم هوريكم بردك تربيه الفرخه. بصوا ادي الفرخه انا غسلاها بالدقيق والخل والملح، بصوا مخليها زي الفل زي ما انتم شايفين كده، ماشي. بتيجي بقى بنحط التتبيله اهو زي ما انتم شايفين كده، بصل بصل اهو وفصين ثوم، وبعصر ايه عصره ليمون. هنا بقى ايه بحط شويه ملح وكمون ومكعب للي حابب، وشويه فلفل اسود، وشويه بهار اللي هم السبع بهارات دول، بس هم دول اللي بحطهم والله على تتبيله الفراخ. انا عايزه اقول لكم، الاول ولادي كانوا بيكرهوا الفراخ، من ساعه ما ماما ربنا يخليها لي يا رب هي اللي علمتني التتبيله دي، وانا على طول بعملها لهم، وهم حبوا الفراخ كده خلاص، يعني كانوا بيسيبوا منبتهم كده بسبب الفراخ بيشملوها ريحه. من ساعه التتبيله دي حقيقي هي ماما ربنا يخليها لي هي اللي معلمها لي التتبيله، ماشي يا جماعه. ولسه هفرجكم بقيه الفيديو ان شاء الله. حبيبي حطيت الحاجه في الكبه اهي زي ما انتم شايفين، بس عشان الصوت ما يزعجكمش انا ايه هفرمها واوريكم انا بقى بعمل التتبيله بقى، مش تبهدلوها كلها، خدوا شويه كده اعملوا، وخلوا لو كتيره شويه اركنوا، خدوا شويه واعملوا منهم عشان لو اتزفروا او اي حاجه يبقوا ايه اللي يتشالوا يتشالوا من دول، او زي لفرخه تانيه المره تانيه يعني ما يجيلهاش حاجه. اهي انا بحط بين اللحم وبين الجلد كده، البصله بدخلها اهي لجوه، اهي لجوه وفي قلب اللحم، وبتفتحوا في الوراك وبتعملوا بقى كل حاجه، وايه واخلصها واوريها لكم تاني. حبيبي انا خلاص كده تبلت الفرخه اهي، بغطيها بقى وبسيبها، وايه بحضر لها بقى ايه شوربتها طبعا وحاجتها، بحط الجزر وبصلايه بردك والتوابل بقى، حبه تحطي مش حبه هي التوابل بتاعتها فيها يعني، ورق لورا بقى تحطيه، ماشي، بس كده وملحها وحاجات، وهي هي زي الفل قدامكم زي ما انتم شايفين. حبيبي انا طبعا وريتكم البتنجان لما جبته من السوق، لما جبت البتنجان من السوق وريته لكم. انا دلوقتي بحضر بردك للمحشي اهو، ادي البصل اهو، بصوا ده عليه توم كمان، انا بحط فصين توم على البصله، وادي الفلفل لازم اخرط شويه كده، انا عامله معاه فلفل بس بخرط في التقليه برده، ودي التوابل اهي كمون فلفل حبه سكر، دول لازم بحطهم. هنا بقى انا عصره الطماطم اهي زي ما انتم شايفين، وادي الخضره ايه شطفتها شطفتين ونقعاها، لازم تتنقع كده، وبعد كده بقى ايه اشطفها كام شطفه كمان وفي مصفى وبحطها.
ماشي. هنحط البصله اهي بقى على السمنه والزيت. ادي البصله بنحطها اهي زي ما انتم شايفين. انا بحب البصل كتير، بحب البصل كتير جدا، لان شايفين البصل قد ايه ده بيخليك المحشي في حته ثانيه. والله البصل في الوسط جميل. ده سمنه على زيت زي ما انتم شايفين، وادي البصله قدامكم. حتى في البصله دي توم، بحط لها برضه ايه ملح برضه على البصلايه اهي. بس ادي كل اللي بعمله زي ما انتم شايفين كده، وهتبقوا معايا لحد ما البصله تبدا نحط عليها الطماطم واوريها لكم ان شاء الله. حبايبي ادي البصله اهي زي ما انتم شايفين خلاص كده خلصت، هحط عليها بكتار طماطم اهي. خلوا بالكم لو الصلصه دي ما تحطوش عليها الرز كلها، انا مكثره بشيل شويه وبحط الرز، ولو احتجت بحط عشان ما احتاجش تاني ولا اعمل اي حاجه تاني. وقدامكم شوربه اهيت البصلايه والورق لورا والجزر وحبهان، دي ليه شوربه الفرخه كده تمام. ونخلص بردك الخطوات اللي ان شاء الله هنصورها. ايوه ادي الخضره اهيت زي ما انتم شايفين، غسلناها وخرطناها، ونحطها اهيت على المحشي. كل حاجه انا بعمل بزياده، ولو ايه ولو الحاجه ما بتفيد عندي احسن ما بحتاج. زي ما انتم شايفين كده اهو الرز اهو حطيته، انا عامله كده نص رز، انت على حسب ما بتعملي. الصلصه دي انا شايله منها، بقول لكم انا عامله صلصه كتير وشايله منها، يعني لو احتجت هحطها عشان ما تبقاش بزياده واحتاج. كل حاجه بحب احطها كده القانون يعني، زي ما انتم شايفين. في ناس ما بيحبوش يحطوا الرز على النار تاني، كل واحد براحته. انا بعمل اللي انا بعمله في بيتي، انا بحب اديله كده تقليبه على النار اهو زي ما انتم شايفين. الخضره قليله برجع ازود تاني كده اهو لحد ما اظبط حاجتي. الصلصه قليله برجع ازود تاني احسن ما ايه ما احط حاجات كتير وما اعرفش ان انا ايه اتصرف فيها. ماشي عندي كده احسن لي يعني بكتير طبعا اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. ادي الخلطه قدامكم اهي. طبعا انتوا لما تعملوها هتبقى من ايديكم احلى اكيد، وانا عارفه ان الحاجات دي كلها انتوا معديه عليكم، بس اللي يحب ايه ياخد تكات بسيطه كده ياخد اهي. ولازم التوم يا جماعه للمحشي، لازم كرم بالتنجان ورق عنب، كل الحاجات دي التوم بصراحه مهم وجميل زي ما انتم شايفين. ادي خلطه الرز اهي والله لما نيجي نحشي وايه وهتمم معاكم الاكله ان شاء الله كلها، واصورها لكم كلها بعد ما تستوي كمان اهي. ادي الفرخه اهي بنسقطها اهي قدامكم اهي بس كده خلاص، وانا حاطه لها الحاجات اللي انا قلت لكم عليها. تمام يا جماعه كده هي دلوقتي حطت الفرخه وخلاص الخلطه جهزت، يا دوبك على الحشو وهنرجع لكم تاني. بس حبايبي برضك بعمل الارضيه وتوم، بعملهم في الارضيه كده بيدوا بقى ريحه جميله لما بتيجوا تسووا وطعم وكل حاجه. والبصل ده على فكره بيتاكل برضك في الاخر ما بيترميش. شوربه المحشي ماشي. ادي المحشي اهو بحشي عشان انا ايه ما اخدش من وقتكم، انا حاشيه شويه اوريهم لكم، ما تدقوش المحشي قوي وما تخليش الحاجه فيها رز كده ولا فيها اي حاجه. ماشي يعني انضفوا البتنجانيه كده عشان تبقى حلكم نضيفه ما يبقاش فيها ايه رز بقى كده، يعني البتنجانيه لازم تنضفوها اهو. ماشي يا حبايبي اهو. ادي الفلفل، الفلفل بقى بالذات لازم بنملاه للاخر يدوب قبل الاخر بشويه كده علشان ايه يبقى حلو كده، ما يبقاش ملموم على بعضه كده ويبقى وحش، لا يبقى غير البتنجان شويه اهو. شايفين الفلفلايه اهي اهو يا حبايبي كده المحشي كده خلاص معانا اهو. ماخدش من وقتكم، انا حاشيه اهو شويه ورص مع بعض، هو بيترص كده انا بحب اوقفه علشان ما ينطرش رز. ماشي ادي الباذنجان معاكم اهو حاشيه شويه عشان ما اعطلكمش اهو. كل حاجه والله سهله اهي، بس ادعوا ربنا سبحانه وتعالى كده بالصحه، ربنا يرزقكم الصحه، مفيش اكله في المطبخ صعبه، كل الاكل والله سهل وحلو ومفيش اي حاجه، بس ادعوا ربنا سبحانه وتعالى يبعد عنكم كل شر كده وكل سوء ويشفينا ويشفي كل مريض يا رب ان شاء الله.
هي الطريقة دي بتاعتي اهي، وهنسوي بقى ونوريكم. بصوا يا جماعة، ماما بعد ما خلصت الأكل، يعني بصوا أنا جعانة أصلا جدا، شكل الأكل مغري جدا جدا يعني. دي أكلة ماما النهاردة، هي هتكلمكم عنها. بصي حبايبي، دي كده نهاية المحشي اللي أنا قلت لكم عليه. بص يا حبايبي، طبعا انا ايه يعني، لو عملت لسان عصفور، سلطه، اي صنف جنب المحشي، مفيش حاجه بتتاكل عندي. انا بعد كده بقى عندي الشوربه، بقى عاوز بقى اعمل لسان عصفور، اعمل بيه ملوخيه، اعمل بيه اي حاجه. انا عندي الشوربه بقى ممكن اعمل عليها اي حاجه، لكن جنب المحشي احنا بالنسبه لنا غير اي حد يعني، ما بناكلش حاجه الا ايه، المحشي وبس. يا رب الاكله تكون عجبتكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، لكم كل جديد ان شاء الله. وان شاء الله يبقى في اكلات تانية انتم ما تعرفوهاش خالص، يعني بديل الرقاق، بديل المسقعه، بديل الكشري. في اكلات عندي هتبقى حلوه، بس هي قديمه، اللي هيعرفها الناس الكبيره شويه، لكن طبعا الشباب الصغير مش هيعرف الاكله دي. بس هتبقى حاجات ايه، تقضيه كده وجميله ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.